ترشد خالد. اها هذا السحور المعدل روح. اي للقع روح. تحية خاصة الجمهور الحبيب بهذا السحور الزين السحور الطيب، يعني احلى سحور، يعني احلى رمضان. خذ ماكو شيء نفسها حرشية زينة هاي كمان. هذا رقصنا سحر انا هسي والله عم نصل شويه. خابم سيطف مشتهيه فلافل. انوثتك وين وانت مشتهيه فلافل؟ شعلي هالانوثه بالفلافل جاهشه مو تاكل بيجه رجولتك وين؟ بعد ما مشتهيه باكي اقول لك بلا لا سد علي نازوك مستعده طلقك على مود بطنانه. هاي بطنه شيه هيك منفوخه يوم انفجر البطاريه. لا عيني بطنه هي هيك ما يعجبك طلقني ما مشر ببيك حبيبتي. ليش تضوجين كانت تصدق ملططه؟ استغفر الله ربي اللهم طول لك اروح بابا. يا هم ملططه انت ملامحك ما اللعبه النفس. يا هم ملططه ايش ماله هذا؟ اقول لك ماكله بصل. اي ماكله بصل وذا يعني شبيه. اقرا على نوثك السلام عفتها لك النوثه. واحد انت شنو هاي المسخوت ما سابيح قالك يا هسه شنو اخويا مو جاي لقياك شنو بس انا خيك بالصفر ولا اهتم عادي جدا عد طبيعي. هو وجهه كله ما بي شعر تقول قميص سادي على حذائي عد الموضوع طبيعي بدنا على ايام سربته جا والله والديك انعلهم ولا تنشرين حاله حزينه على الواتساب اليوم ده طين بواسه ما دام امك ماكو طين شنو هاي شمالك ولا خاب دوا خله يجيبوي هذا ياكو يضم ها شنو سابح هذا اللي صيح وهذا اللي صرخ طقه منا جيبه منا رده منا. قلت له ما اخويا شيني طبوا الامريكان علينا من جديد جرحني ما مدعيها جرحني انصدم صدمه امري خايب الخوسه شفته ترى ما اريده هيش منها مع قلبي. قلت له ما اريدك طقه تروح عوفني هس اي فيديو هذا الجد حلو هذا كله لو يبعد ميمات ميماتش مالك شو تبولتك عين خو ماكو شي لعبانة نفسي منك لعبانة نفسك مني شنو انا فلافل محمضة مثلا علي من لعبانة نفسك مني هيش بلا سبب اقلك اشقد ما اخذ بالرياضيات انت ما اخذ شدة ونص اشقد ما اخذ ثلاثة فيني مثلك اشي كان النهار كله شنو السالفة ميماتش ما تتمنى الخير لاخوك انا ادري انها كله والله مو تدربي جا ما تدرس انت او قاضك والله يا اخويا هي مو شغله دراسه هي شغله الواقع وعقليه عضروطيه وبشر فارغ مثلك قاضي عمره كله مقابل الكتاب ويتوشل بيه حتى بس يعطيك معلومه انا هيك بشر ما يناسبنا عشان لعبان روح منك تدري لو ما تدري شلون كنت ماشيك عقليتي شزت منك بعد لا تماشين رجاءا اوكي